بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، طلاب المرحلة الأولى، نرحب بكم في هذه المحاضرة المخصصة لما يعرف بباودر ميتالورجي أو تشكيل المعادن عن طريق المساحيق، صناعة المساحيق أو باودر ميتالورجي. عموما تستخدم تكنولوجيا المساحيق لتصنيع المنتجات أو المواد من مساحيق المعادن. شلون؟ عن طريق وضع هذه المساحيق في قوالب، ويتم ضغطها على بعض باستخدام قوة ضغط كبيرة. طبعا هناك أمثلة كثيرة لهذه المنتجات التي تنتج عن طريق يعني الباودر ميتالورجي، منها ما يعرف بالجرايندنج ويل. الجرايندنج ويل اللي احنا يعني هذا اللي نستخدمه يعني بالكوسرة، أو نستخدمه بال يعني يستخدم في تطبيقات كثيرة. هذا هو الجرايندنج ويل، يعني نماذج كثيرة. طبعا الفايلمنت واير اللي هو الواير اللي كان يستخدم بكثرة يعني بالمصابيح القديمة، مصابيح التنجستن القديمة وغيرها، والماجنتس اللي هي يعني القالب مثلا بالماطور او غيره اللي يكون عن طريق الاسلاك. هذه منتجات ايضا، والولدنج رود اسلاك اللحام، والتنجستن كاربيد كاتنج تولز اللي هي يعني عدد القطع المصنعه من التنجستن كاربيد، والسيلف لابريكيتنج بيرنج اللي هو يعني هذه الادوات اللي تستخدم اشبه بالبيرنج، اشبه بال يعني اللي يكون بها ممكن انه يخترقها الزيت، يسمونها سيلف لابريكيتنج يعني التزييد ذاتي، تستخدم بكثره بالبيرنج. وكذلك ما يعرف بالتوربين بلاتس اللي هي ريش التوربينات اللي ظاهرة عندنا. هذه طبعا منتجات لا على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر. هذه المنتجات هي منتجات تصنع، يعني هاي المنتجات هذه تصنع عن طريق الباودر ميتالورج. بالمجمل يمكن تصنيع الأجزاء عن طريق عملية يعني باودر ميتالورجي او تعدين المساحيق، بعض الكتب تترجمها يعني عن طريق يعني بدايه نسوي باودر ميتالورجي بروسيس. يعني العمليه تتضمن اول مره يعني اول الاشياء هذه هي المانيفاكتشرنج اوف باودر اللي هي تصنيع الباودر، النقطه الاولى اللي هي نصنع معناتها الباودر. بعدين وراها يجي البلندنج اللي هو او ما يعرف بالمزج، وثم الكومباكتينج اللي هو الضغط، والسنترينج اللي هو التلبيد، وبعدين يجي طبعا مجموعة من العمليات الثانوية. يعني هاي مجموعات عمليات أخرى ثانوية، مثل إيش؟ مثل يعني السايزنج اللي هو التحجيم، المشنينج القطع، الانفلتريشن اللي هي عملية نحاول انه نمنع التسرب، نمنع الليك او غيره، والبليتنج اللي هو الطلاء، وبالاضافة الى الهيت تريتمنت اللي هي المعالجات الحرارية. يعني لو نقف نقول انه يتم بعد ذلك تسخين المواد المضغوطة، يعني ورا ما سوينا هاي العملية انه المواد المضغوطة نسخنها الى درجة حرارة اقل بكثير من درجة انصهار هذه المواد. هاي نقطة يعني مهمة، انه درجة الحرارة اللي احنا يعني نريد نشتغل عليها تكون يعني تكون اقل بكثير، يعني درجة الحرارة اللي احنا much below their melting point، يعني اقل بكثير من درجة يعني من درجة الغليان مالتها، يعني انه يعني ما نخليها توصل على درجة الغليان او درجة الانصهار، يعني بحيث انه نسوي هاي العملية تكون درجة الحرارة اقل بكثير من درجة انصهارها لربط الجسيمات ببعضها البعض وتحسين قوتها وخصائصها الاخرى. احيانا طبعا تضاف مواد اخرى، يعني في بعض الاحيان انه اكو مواد اخرى تضاف يعني للعملية، مواد مرات حتى تكون غير معدنية الى المساحيق لتوفير، يعني بحيث انه حتى تعطي رابط اقوى، لان هذا هو عبارة عن باودر، عبارة عن مسحوق. انا يعني مسحوق جاي اضغطه واكون من عنده مادة، وبالتالي مرات يضيفون مواد غير معدنية اخرى حتى تكون
بشكل روابط، يعني تكون بشكل يعني تساعد عملية الربط ما بين أجزاء المعدن أو أجزاء الباودر. المنتجات المصنوعة من خلال العملية طبعا طبيعتها غالية مكلفة تكون بسبب التكلفة العالية لمساحيق المعادن، كذلك المواد المستخدمة يعني القوالب المستخدمة. بس من جانب آخر هي يمكن استخدام يعني المساحيق في جميع المعادن تقريبا وكمية كبيرة من السبائك والفلزات، أحيانا حتى الفلزات حتى سبائك يعني، وجميع أنواع المعادن ممكن أن ننتجها عن طريق الباودر ميتالورجي. الآن نجي إلى الباودر ميتالورجي. عملية الباودر ميتالورجي إيش تتكون؟ تتكون بالحقيقة من تقريبا يعني 4 عمليات أو 5 عمليات. أول مرة formation of metallic powder اللي هي عملية تكوين الباودر. بعدين الميكسينج أو البلندينج عملية المزج العملية، ومن ثم الكومبرسينج اللي هي عملية الضغط، وبعدين السنترينج اللي هي عملية التلبيد، وبعدين subjected the centered article to secondary processing if need. يعني وراء عملية التلبيد أحيانا نمرها إلى عمليات أخرى، مثلا مرات طلاء، مرات نريد نسوي لحجم معين وهكذا. فإذا افترضنا هي العمليات 4، وأحيانا إذا نريد مواد يعني عمليات إضافية أخرى نتجه إلى العملية الخامسة. نأتي الآن إلى الفوائد والمضار للباودر ميتالورجي. بالمجمل يعني العملية the process of the powder metallurgy are quiet and clean، يعني عملية سلسة نظيفة بسيطة يعني، فبالتالي تكون هذه فائدة. Articles of any complicated shape can be manufactured، يعني أي شكل معقد، يعني اي شكل معقد اللي هو complicated، اي شكل معقد يمكن ان ننتج بهاي العملية، يعني اي شكل عندنا بتعقيد ممكن ان ينتج بهذه العملية. بعد the dimension accuracy of the surface and surface finishing are much يعني الـ much better الـ يعني الدايمنشن اللي هو الابعاد، دقة الابعاد الانهاء السطحي تكون much better، يعني يعني تكون افضل بكثير من عمليات الاخرى. بعد شنو عندنا؟ no material is being waste or scrap، ما عندنا لا سكراب لا مواد يعني معدن اضافي بحيث انه يعني waste انه فضلات ومن هالقبيل. العملية كلها بسيطة نظيفة سلسة، فبالتالي ما عندنا ويست ولا عندنا يعني ما عندنا فضلات ولا عندنا سكراب ولا عندنا راو ماتيريال اخر يعني نحتاجه. بالتالي كل المعدن الراو ماتيريال كل المادة الخام ممكن انه نصنع من عندها بنسبة نجاح ممتازة جدا. High production rate can easily achieved، يعني الانتاج يعني معدلات انتاج عالية ممكن ان تتحقق، achieved معناها تتحقق في هذه الطريقة. بعد the process facilities production of many such as part، يمكن انه تنتج طبعا بكثير من المنتجات التي لا يمكن انتاجها بطرق اخرى، مثل طبعا الكربيدات او السيلف لبريكيتنج بيرنج مثل ما مرينا عليها مسبقا. هذه طبعا في الغالب انه تكون انتاجها متخصص بطريقه الباودر ميتالورجي. بعد the components produced by this process are highly pure and bear longer life، يعني المنتجات اللي منتجه بهذه الطريقه تكون highly pure، نقاوه عاليه يعني نقاوة عالية وتتحمل عمر طويل، بيرز لونجر لايف عمر أطول، وتتحمل يعني عمر تشغيلي أطول. It is enable to product part from such alloy، إنه يعني ممكن أن ننتج يعني من سبائك which possess poor cast ability، والتي تكون عملية إنتاجها بالسباكة تكون صعبة، يعني ممكن أنه يعني يكون عادل ما ممكن إنتاجها بالسباكة، فهنا بهاي الطريقة ممكن أن ننتجها عن طريق الباودر ميتالورجي. هل أنه الباودر ميتالورجي كلها فوائد؟ لا طبعا، إلها مضار أو إلها محددات، ما نقول مضار إنما نقول إلها محددات. مثل إيش؟ يعني أولا هي مو اقتصادية،
نون نوت ايكونوميكال، يعني مو اقتصادية. إذا ما عندك إنتاج وفير، فإذا إنتاجك قليل فالعملية مكلفة جدا وباهظة. The cost of the tool and the dye powder metallurgical is relatively high، يعني كلفة القوالب وكلفة المعدات اللي مستخدمة بالباودر ميتالورجي تكون عالية نسبيا. بعد the articles may be made by powder is more in most cases do not have a good physical properties، يعني المنتجات اللي منتجة بهذه العملية بهذه الطريقة في الغالب تكون خواصها الفيزيائية physical properties مالتها مو جيدة إذا قارناها ويا السباكة أو قارناها ويا الطرق من المنتجات الأخرى. بعد the process is not found economical، العملية ليست جيدة يعني ليست اقتصادية للإنتاج البسيط. هاي النقطة تقريبا تشبه النقطة الأولى. It is not easy to convert brass، وطبعا مثل اكو بعض المعادن عندنا البراس البرونز بعض انواع الستيل، يعني ليس من السهل، مو ما ممكن انما نوت ايزي ليس من السهل، يعني نوت ايزي ليس من السهل انتاجها بطريقه الباودر ميتالورج. نجي الان للعمليات البرودكشن اوف ذا ميتالز باودر، يعني العمليات اللي تمر بهذه الطريقه. اولا ما يعرف بالاوتومايزيشن. الاوتومايزيشن او الانحلال يترجموها بعض المصادر العربيه. شنو اللي يصير بالضبط بالاوتومايزيشن؟ يقول يتم دفع المعدن المنصهر من خلال فتحه وعند ظهوره راح يمر عليه او يصطدم بواسطه تيار عالي، منين؟ اما يكون بشكل يعني من يكون من الغاز او سائل، يعني مما يؤدي الى تحويله الى جزيئات دقيقه. ثم يتم احيانا يتم طبعا استخدام غاز خامل لتحسين نقاوه المسحوق، يعني الغاز خامل ما يعرف بالانرت غاز، يستخدم الانرت غاز لتحسين النقاوه. يتم استخدام في الغالب في المعادن ذات نقطة الانصهار المنخفضة، يعني إذا كان عندنا معادن يكون الانصهار مالها منخفض في الغالب نستخدم مكان الغازات الاحتيادية نستخدم غازات خاملة، مثل هاي المعادن اللي احنا اللي درجة انصهارها منخفضة مثلا الزنك الليد الألمنيوم الكادميوم، هاي كلها معادن درجة انصهارها منخفضة. إذا مرينا على النقطة الأولى اللي ما تعرف بالأوتومايزيشن اللي هي الانحلال. النقطة الثانية أو النقطة الثانية بالإنتاج بهذه الطريقة اللي هي يعني أو المرحلة الثانية هي الكيميكال رياكشن بروسيس. طبعا الكيميكال رياكشن بروسيس كل معدن يستخدم بتكنولوجيا المعادن الى طريقة انتاج او الى تفاعلات خاصة به. في الغالب احيانا يعني العمليات كلها معظمها تتم اما بتفاعل مع سي او او تفاعل مع الاتش 2، بعض المعادن يعني يفعلوها مع سي او، بعض المعادن يفعلوها وياما ويا الاتش 2. خلينا ناخذ مثال على التفاعل مع الاتش 2 العفو مع سي او ومثال على التفاعل مع الاتش 2. من السي او يعني على سبيل المثال ناخذ انه نجيب خام الحديد الاف اي 3 او 4، نفاعله مع اربع ذرات كربون ينتج لنا 3 حديد و4 سي او، ومرات انه الاف اي 3 او 4 انفاعله مع 4 ذرات من السي او الناتج من هنا راح يطلع لنا 3 اف اي زائدا 4 سي او 2. طبعا هنا واحد يقول ليش ما نمرخب من هاي المرحله وننهي؟ طبعا تعرفون انه سي او غاز يكون سام، وبالتالي يحاولون يحولوه الى سي او 2 اللي هو اقل سميه من عنده، ليس هو غاز جيد ولكن اقل سميه من عنده بكثير. النوع الثاني اللي على تفاعل الاتش 2، هذا المثال اخذناه على تفاعل السي او، الان نجي في المثال ناخذ على تفاعل الاتش 2. السي او 2 اللي هو النحاس يتفاعل مع الاتش 2 يطلع لنا ذرتين نحاس ويا طبعا بخار الماء او يعني الماء او بخار الماء. اكو بعض المعادن طبعا تنتج ايضا بالسي او، مثلا انه التنجستين اللي هو الرمز الدبليو، المولدن المولبدنيوم والنيكل، كلها يتفاعل ممكن مع السي او. طبعا مثل ما قلنا انه كل معدن ممكن الى عمليه خاصه. اكو بعض المعادن ما تنتج بهذه الطريقه انما تنتج بطريقه الالكترولايت، يعني هم نفس الشيء يصير نطلع باودر ولكن يكون على شكل الكترو بشكل يعني تفاعل الكترولايت، بحيث يكون عندنا المعدن اللي نريد احنا نطلع عنده باودر او نريد عنده نطلع باودر نخليه وين نخليه على قطب الانود، بينما المعدن الثاني اللي نريده يعني يكون القطب الثاني او القطب المستهلك نخليه على سبيل المثال مثل الالومنيوم نخليه وين على قطب الانود.
كاثود، وهكذا حسب المعدن، مرة انه المعدن نحتاج نخليه على الكاثود، مرة نخليه نحتاج على الانود. اذا هذه طريقة ثالثة او نوعية ثالثة من الانتاجات، وعن طريق التفاعل الالكترولايتي. بعد احيانا انه لا هذه ولا هذه، انما تتم عمل عن طريق الكروشنج، كروشنج بروسيس، بروسيس الكروشنج بروسيس، عمليات التكسير. عمليات التكسير انه بعض المعادن يعني نجيب المعدن نكسره عن طريق الكروشرز اللي هي الكسارات، او الجايرو روتر كروشرز، يعني يكون نوع من الروتر، يعني يصير يعني كسارات على شكل دائري او جاي من جيروسكوب، يعني جايرو روتري. بعض المعادن طبعا يكون الفيرر، وان ان الفيرر ممكن ان ننتجها بهذه الطريقه، خصوصا المعالجه الحراريه الهيت تريتد، يعني يمكن معالجه العديد من السبائك الحديديه وغير الحديديه بالحراره للحصول على ماده هشه بدرجه كافيه، يمكن تكسيرها بسهوله على شكل مسحوق او في شكل مسحوق. النقطه الخامسه اللي هي المايلينج، المايلينج بروسيس او العمليه الـ يعني المايلينج الطحن. العملية الطحن تستخدم بشكل شائع لإنتاج مسحوق معدني، بحيث يعني بهذه الطريقة يتم تنفيذ باستخدام معدات مثل مرات المطاحن الكروية، يعني اللي هي الـ يعني البول مايلينج والإمباكت مايلينج، يعني اللي هي المطاحن الصدمية، وهكذا. طبعا اكو انواع طبعا اخرى مثل مرات الاي دي مايلينج اللي هو العمل اشبه بالتيارات الدوامه والديسك، وهناك الكثير طبعا من هاي الانواع، حيث يمكن بسهوله استخدام عمليه الطحن في المعادن الهشه. اكثر شيء نستخدم المعادن الهشه، واحيانا حتى المعادن الاكثر صلابه والمرنه والمطيليه، كل انواع ممكن ان نستخدم وياها عمليات المايلينج. النقطة السادسة أو النوع السادس من الإنتاج اللي هو الـ condensation of the metal powder، اللي هي عملية تكثيف. condensation عملية تكثيف، يمكن تطبيق هذه العملية في حالة المعادن مثل مرات مثل الزنك الكامل، يعني الكادميوم، المغنيسيوم، والتي يمكن غليها، يعني نحاول نسخنها بدرجة حرارة، ومن ثم نسوي عملية تكثيف على شكل أبخرة، وهذه الأبخرة تلقائيا بعدين راح تكون على شكل مساحيق. طبعا مثل معدن الزنك، بحيث انه ممكن ان مر عليه لهب بدرجه حراره عاليه، وبعدين يمكن ان هذا راح يكون يتقاطر على شكل، يعني هذا اكو قطرات راح يعني من المعدن المتبخر راح تبدا على شكل قطرات تتكثف على سطح بارد يخلونه جوا بحيث تلتصق به، وبالتالي راح يكون عندنا مسحوق. هذه طبعا الطرق السته لعمليات الانتاج الباودر ميتالورجي. بعد ما مرينا على الطرق الستة لإنتاج الباودر ميتالورجي، خلونا نجي إلى الكاركترستيك اوف ذا باودر اوف ذا باودر، اللي هي خصائص الباودر ميتالورجي او ميتال باودر. اولا نجي الى الباودر بارتيكل سايز اللي هو الحجم. طبعا الحجم يعتبر يمكن يعني يمكن ان تعبير عن الحجم عبارة عن جزيئات مسحوق المعدن، يعني بأقطار معينة، في الغالب تكون كروية أو متوسطة، يعني متوسطة القطر في الغالب اللي هيكون يعني إلى قياس معين، يعني ممكن أنه يكون بحدود يعني من 200 إلى 200 مايكرون، يعني يكون يعني متوسط أقطار الحبيبات في الباودر ميتالورجي. يكون طبعا اجي نتعامل بوحدة قياس مايكرون، مايكرون يعني 1 × 10⁻⁶، يعني اي، فبالتالي يكون يعني طبعا يؤثر حجم الجسيمات على على الكثافة، على المسامية، على قوة القالب، على النفاذية، على الخصائص الخلط، كلها يأثر بها حجم الحبيبات. فكل ما كان حجم الحبيبات يعني مناسب راح تكون عندنا معدن منتج بطريقة أفضل. نجي إلى البارتيكل شيب، حجم أو شكل الجسيمات. هناك طبعا أشكال مختلفة من مساحيق المعادن مثل كروية، شبه دائرية، مدورة، أشكال زوايا، شبه زوايا، رقائق إلى آخره. طبعا هذه يؤثر كل شكل إلى فد استخدامات وإلى فد تطبيقات. بعد نجي الى الكيميكال كومبوزيشن، التركيب الكيميائي. الكيميكال كومبوزيشن يشير التركيب الكيميائي للمسحوق المعدني،
إلى المن، إلى نوع نسبة أو نسبة العناصر، يا هي العناصر المكونة لهذا العنصر، يعني يا لهذا المسحوق، شنو هي العناصر المستخدمة بهذا المسحوق؟ إيش قد نسبها؟ إيش قد كميات الموجودة؟ أكو طبعا أجهزة خاصة، مثل يعني أجهزة للتحليل الكيميائي تستخدم لمعرفة شنو هي يعني الكيميكال كومبوزيشن، التركيب الكيميائي للمعدن أو للميتاليك باودر. المايكروستراكشر اللي هو البنية المجهرية، طبعا اللي هي النقطة الرابعة، البنية المجهرية مفيدة طبعا لأنها تكشف البنية للجسيمات عن مراحل مختلفة وشوائب، يكتشف لنا الشوائب، يكتشف لنا النكلوجين أو ما يعرف بالانخلاعات، والانترنال بيروسيتي اللي هي يعني النقاوة، مشاكل النقاوة اللي تصير بالمعدن. فالمايكروستراكشر احيانا حتى طبعا اكو اجهزه يمدون عباره عن اجهزه تشوف شنو هو المايكروستراكشر الخاص بالميتال، يعني بالميتاليك باودر. يعني الكثافه الظاهريه او النقطه الخامسه، الابيرنت دنسيتي اللي هي الكثافه الظاهريه، طبعا تعرف على انها وزن او كميه من يعني وزن كميه من المسحوق، وزن كمية من المسحوق يعني اللازم اللازم لملء تجويف قالب معين بشكل تام. يعني هذا بالتعريف معين انه ايش قد كمية الكمية من المسحوق اللازمة لملء القالب بشكل تام. هذه هي طبعا كثافة المسحوق، وكلما كان كثافة المسحوق عالية كلما كان المعدن يعني يكون أفضل. الفلو كاركترستيك اللي هو يعني انسيابية المعدن أو تدفق المعدن، وكل ما كان يعني قدرة المعدن على التدفق أكثر راح تكون يعني عملية إنتاج يعني مسحوق أو معدن جيد راح تكون أفضل. كل ما كان المعدن انسيابيته عالية كل ما كان يعني يكون المعدن أكثر قوة. ليش؟ لأنه المعدن إذا البودر ميتالورجي إذا كان بانسيابية عالية طبعا ورا ما يصير له تسخين راح يبدي يملي كل الفجوات الموجودة، كل الفجوات الموجودة، وبالتالي راح يكون بشكل متناظر وبشكل يعني بشكل متناظر وبشكل متماثل. هذه طبعا مجموعة من الأسئلة إذا واحد يحب يطلع عليها يعني موجودة في نهاية المحاضرة. أحيانا يعني قد تجي هيك بعض الأسئلة الخاصة بهاي المادة، وأحيانا طبعا تجي إذا كان امتحان إلكتروني وغيره قد ما تجي هذه الأسئلة. يعني إجمالا شو نقول؟ نقول إنه الباودر ميتالورجي هو أحد طرق إنتاج المعادن. علمت تحتمد على نوع المعدن، يعني على عملية إيجاد يعني مساحيق معادن، وهذه المساحيق المعادن نمررها بأربع عمليات. هذه العمليات الأربعة قلنا اللي هي أول مرة نسوي المسحوق، وبعدين نسوي المسحوق، وبعدين إنه نمزجه، وبعدين نسوي له عملية ضغط، وبعدين نسوي له عملية تلبيد، وبعدين نمر على عمليات تصنيع ثانوية، هاي اللي احنا مرينا عليها بداية المقطع. هذه المنتجات مثل ما أشرنا اللي هي في النماذج للباودر ميتالورجي، هاي تقريبا نبذة موجزة حاولنا نوصلها لكم من خلال محاضرة هذا اليوم، وشكرا جزيلا للاستماع.